لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. بدأت جماهير فريق الوداد حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الضغط على سعد النصيري لإقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو بعد تراجع مستوى النادي بشكل عام في المباريات الأخيرة. ولولا تألق الحارس يوسف المطيع لكان فريق الوداد خارج مسابقة كأس العرش وعصبة الأبطال. ومنذ تولي المدرب الإسباني قيادة فريق الوداد ظهرت مجموعة من الخلافات والمشاكل داخل النادي، وبات واضحا أن خوان كارلوس كاريدو لن يقدم الإضافة لفريق الوداد، وذلك راجع للطريقة التي بات يسير بها مباريات النادي إضافة إلى اختياراته السيئة على مستوى التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر. وطالبت جماهير فريق الوداد بالتعاقد مع مدرب جديد، وذلك قبل مواجهة نادي ماميلودي سانداونز جنوب أفريقي في الدور النصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ورشحت جماهير فريق الوداد الإطار الوطني طارق السكيسيوي لخلافة المدرب الإسباني خوان كارلوس كاريدو في انتظار أن يجتمع سعد النصيري بالمدرب الإسباني لتحديد مستقبله مع فريق الوداد.